غير أسفر كل أموري. أنا عارفة مكان ابنك. ابننا. أنا هقول لك على الحكاية كلها من أولها. أصل بلال شامة كان معاش أختي فاطمة بالجواز زمان. فاطمة أم سيف. أيوه. بعدين دخل عليها بعيل وقال لها خليه عندي. بعد كده عرفت ان هو عايز يخلص من الواد فكدبت عليه وقالت له ان الواد مات وخدته ربته زي ابنها. ده عيل تاني غير سيف. لا هو سيف. سيف ابني. ايوه. انت متأكدة من الكلام ده ولا عايزة توجعي قلوبنا؟ لا متأكدة. انت قلت له ولا لسه؟ لسه. أنا أقول اللي خل واحد غريب يغيب عني يومين يوحشني بالشكل ده؟ اللي يعلق قلبي بعيل غريب مش من دمي؟ أنا كنت حاسس أنا عيب. تروح الواد الورشة مش عارف أريح له ليه؟ تليفونه مقفول ليه؟ تليفونك مقفول ليه يا سيف؟ تليفونه مقفول ليه يا نعيم؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.